السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم مع فيديو جديد كيف ما كتشوفوا غادي نحضر معكم خبز ديال الدار، الخبز المعتمد عندي اللي تنديرو يوميا ودائما اللي ما تنستغناش عليه. وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم حتى نتوما وتشوفوا هل عجبكم ان شاء الله تحضروا. كما كتشوفوا اول حاجه غادي نحتاجها هي دقيق الفورص، درت واحد الكميه لا باس بها، تقريبا واحد جوج دلايف ديال الفورص اللي عامرين، ودرت الدقيق القمح اللي بالنخاله ديالو كيف ما كتشوفوا بالنخاله ديالو اللي الصراحه ضروري ضروري نديرو. درت تقريبا حتى هو جوج دلايف، واحد شويه ديال النفع، هاد شويه النفع اللي ضروري ما تنديرو حتى هويا، حاجه اللي طبيعيه عندي في الخبز، ضروري ما تندير شويه النفع. وغادي ندير الملحه على حسب الذوق، الملحه غنديرها على حسب الذوق كما كتعرفوا. وغادي ندير الخميره صافي فقط، يعني ما غاديش نحتاج ندير شي حاجه ندفع على الخبز شي حاجه، هذا خبز طبيعي ديال الدار 100%. كيف ما قلت لكم غادي ندير الخميره، عندي هذه المعلقه هذه غنديرها الاولى وغادي نضيف الثانيه، يعني باش دغك على حسب هذا الحال البارد يلا يخمر ليا. حسب هذه المعلقه درت جوج المعالق ديال الخميره والماء دافي باش غادي نعجنوها ان شاء الله. كما كتشوفوا اول حاجه غادي نعجن على العجينه ضروري، ما تحكموا في القياس ديال العجينه في الاول، اغلبيه الناس كيعجنوا الخبز هذه حاجه طبيعيه، ولكن كيبقى الاختلاف كل واحد باش كينسبوا. كاين اللي كيديروا بدقيق الفينو. غادي نشارك معكم ان شاء الله بزاف ديال الانواع ديال الخبز، غير قلت نشارك معكم اول خبز ديال الدار اللي معتمد عندي دائما اللي هو هذا بالدقيق ديال القمح. دقيق القمح ماشي الفينو، هذا دقيق القمح الكامل يعني اللي بالنخاله ديالو. غادي ناخذ هاد العجينه وغادي ندلكها مزيان. كيف ما كتشوفوا من بعد ما دلكت العجينه ديالي مزيان خليتها مرخوفه كيف ما كتشوفوا، ستكون مرخيه يعني ما تكونش العجينه قاصحه، وتعطوها الدليك مزيان مزيان. اذا كانت عندكم الماكينه حتى هي مزيانه خليوها تدلك فيها مزيان. المهم دابا غادي نغطيها بواحد المنديل وغادي نخلي الحجم ديالها يتضاعف شويه حتى تخمر لينا شويه ونرجع باش نقرصها ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا من بعد ما تضاعف لينا الحجم ديال العجينه ديالنا خديت النخاله ديال القمح الكامل كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نبدا نلف العجينه، تاخذوا القياس اللي بغيتو، انا سنديرها متوسطين. صافي كلهم مزيان وكنخليهم النخاله مزيان باش هما كيف ما شفتوا راه خفيفين بلا ما ديروا لا ما حتى شي حاجه تتشد فيهم الدخاله، كيما شفتوا راه صحيه، تقدروا تستغناو حتى على دقيق الفورص انتوما كيتشد فيهم الدخاله بلا ما حتى شي حاجه، خبز طبيعي بلا اضافات لا سكر لا حتى شي حاجه. كيف ما قلت لكم هذا هو المعتمد عندي اللي تنديرو يوميا.
كيف ما كتشوفوا دابا من بعد ما قرصتو دابا غادي نخليه حتى يطلع. درتو فوق الطابله خليه حتى يخمر الخمره الثانيه باش نطيبوه ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هذا هو الخبز ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا من بعد ما طيبتو. كيف ما شفتوني راه طيبتو عادي ما درت ليه حتى شي حاجه حتى شي اضافات. ها نتوما تيجي محمر تيجي خفيف كيف ما كتشوفوا يجي الصراحه رائع وزوين. نتمنى ان شاء الله تجربوه. كما قلت لكم هذا هو الخبز المعتمد عندي يوميا. غادي نقطعو لكم تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. هانتوما كما كتشوفوا هانتوما كيفاش كيجي. شوفوا كيفاش كيجي مخرج صراحه تيجي رائع تبارك الله ما شاء الله كيجي زوين. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. كنتمنى ان شاء الله حلقة اليوم تكون عجبتكم واستفدتوا منها ويكون الخبز ديال الدار يكون عجبكم. كاع الناس اللي عاد دخلوا القناه ديالي كنتمنى تابوناو فيها وديروا جيم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي ان شاء الله. وشكرا لكاع الناس اللي داعميني في القناه ديالي كنشكركم بزاف بزاف. والسلام عليكم الى فيديو جاي.